اختلفوا اختلافا كبيرا في اسمي، اسمه الذي سمته به أمه ما هو، حتى في بعض الآثار أنه هو نفسه لا يعرف اسمه إلى هالدرجة. يعني بعضهم قال اسمه عبد الرحمن بن الصخر ما أدري شنو فتشي هالشكل، أقوال لم يثبت منها شيء. أبو هريرة وكفى، بس واحد رذل خامل الأصل والفصل ويصير بعدين فجأة راوية الإسلام عند هؤلاء الجهلة، يصدقونه في كل ما يقول وكل اللي يخرط به من حجي. مثال واحد هذا منها من ترهات أبي هريرة: ملك الموت أرسله الله عز وجل لقبض روح موسى، فلما نزل إليه دخل عليه قال أجب ربك، فلطمه موسى ففقع عينه، ورجع ملك الموت إلى ربه أعور يشتكي من موسى ويقول لولا كرامته عليك لكنت عنفت به، ترى أنا ما أقدر عليه.